Okay, j'aime beaucoup Maroc, bien sûr. أعرف في الواقع أن المغرب يبقى مفاجأة وسرا غامضا. يتوارى المغرب عن أنظاري أمام عيني، كما توارى أمام العديد من الرحالة من قبلي. يختفي وراء الصور، صور المشاهد الخلابة. صور الأزقة والمدن القديمة، لقد تجولتم فيها وأنا كذلك. يتبدى المغرب كمملكة تقاليد، لكنه أيضا بلد توغل بكل ثبات في الحداثة. يراه البعض وأنظارهم سريحة في الأفق البعيد كبلد بحارة تعصف به الرياح. بينما ظن آخرون أنهم وجدوا حقيقة المغرب في جبال الأطلس ووديانه. المغرب بالنسبة لعلماء الجغرافيا القدماء هو البلد الذي تغرب فيه الشمس في أقاصي العالم العربي. تضعه الخرائط على مشارف أوروبا، وهو إلى ذلك باب مفتوح على أغوار القارة الأفريقية. ماذا لو كان هذا البلد عند ملتقى تلك الدروب جميعها؟ أين يخفق قلب المغرب الخفي؟ كان ذلك بمثابة ظهور. رأيت هجمة خيالة مقبلين على عدو وهمي. رأيت الفانتازيا. لا تزال فرق الفرسان تحمل أسماء مجموعات عرقية قديمة، أزمور وزعير وارحامنا. هذا الاستعراض للقوة والاندفاع والشجاعة، تلك الجياد التي نخالها مستعدة للتحليق، ألهمت الفنانين المستشرقين، ولعل أهمهم كان الرسام الفرنسي إوجين دولاكروا. الفانتازيا ليست الحرب بل لعبة، وتعرف أيضا باسم لعبة البارود. هذه الاستعراضات هي اليوم أكثر من مجرد فولكلور. إنها وسيلة للتحكم بالعنف، وسيلة للمجاهرة بفخر الانتماء.